باش تكون دارك مقاده ومتوله ونساعدوك في اختيار اتاتك وفراشك محتاره في اللون في الثوب في التصميم ديزاين غادي يعاونك. إذا المستمعاتين انتم مدعوات أنكم تتابعوا معنا موضوع حلقات هذا الصباح من لالة فاطمة، دائما مواكبين هذا الأسبوع الدخول المدرسي، المدرسي اللي كانت منه يا ربي بالنجاح وبالفرحة الكبيرة لوليداتنا. فقرة ديزاين اليوم خصصناها لغرف النوم الأطفال بمناسبة الدخول المدرسي، تجديد هذه الغرفة اللي تكون كيف ما قلنا مريحة وكذلك تكون ممتعة. هادو زوين، هاد جوج كلمات تعجبوني أنا في مدخل هاد الفقرة هذه. فكيفاش نحقوا هذه المعادلة؟ المعادلة كتحقق كيف ما قلنا، أول حاجة كان اللي كنتمشاو عليها هي لاج دو لونفون، دونك الأطفال الصغار ماشي بحال الأطفال لي زادوليسون كيف ما قلتي عاوتاني، إلا كانوا غادي دواف سو بارطاجي لا شامبر سورتو سي سي أن غارسون أون في، دونك هاد المعادلة باش تحقق شوية صعيبة، كل واحد الطوق ديالو، كل واحد الألوان ديالو، كل واحد الألوان ديالو، ويفو كاردي لانتيميتي أونتخ لي دو. هادي مهمة، هادي مهمة، دونك حنا خصنا نلعبوا على هاد النقط هادي، يحس بأنه راه في غرفة ديالو بوحدو ما مشارك فيه حتى حد. فوالا، خصنا حنا نعطيوه بعدا هاد الإحساس هذا. On essaie de personnaliser la chambre باش كل واحد يحس بالراحة في داك الاسباس اللي هو فيه. على داك الاسباس أكيد مهم جدا الاسباس، ياك هو اللي تحكم على كيفاش غنخدمو شنو غنديرو. بيان سور الاسباس هو اللي تحكم علينا، هو أول عامل اللي تنشوفوه، باسكو إلا كانت اون شامبر صغيرة دونك كيفاش أون فا أميناجي هاد لا شامبر، لي لي كيفاش غنديرو ليهم، لي بيرو، لي كولور اللي غادي ندخلو باش نعطيو بهجة لداك لا شامبر، و لورانجمون سورتو لورانجمون كيف ما كنعرفو دي زونفون سي دي جوي. صح، سي لي فيتمون، خلاص سي دي فيتمون. يعني حنا تبارك الله عيلة كبيرة كنبقاو نتقداو لوليداتنا بزاف، هما بسرعة يكبروا فالحوايج كيتحتاجو بكثرة، ياك وخصنا كيف ما قلتي كيكبروا، دونك اون دو اوبتي على شي حاجه اللي عمليه بلو براتيك، دونك دابا يا خرجوا لي ايفولوتيف لي كي ايفولو سولون لاج دو لانفون، يمكن لك يمكن لهم يتمشاو حتى من دو لاج دو لا نيسونس حتى ال 10 ans. هذا هو السؤال اللي كنت غنسولك دنيا تازي، كنت غنقول لك واش بصح ان الغرفه كتموت في عمر ديال الطفل، بمعنى الا بغينا غرفه واحده تبقى معنا مده طويله ديال عمر الوليد وما يملش منها، تبقى ديما عمليه وزوينه في نظره. دابا ما يمكنش باسكو لي زونفون تي تي تيكبروا تي دابا يا تي ايزون بلو تي شوفو لا تيليفزيون، دونك كيجيو عندنا دي زونفون تيقول لك انا تيتفرجوا في دي ديسان زانيمي تيقول لك انا بغيت اون شامبر سبايدرمان، بغيت اون شامبر باتمان، دونك اون في تجي عندك تقول لك بغيت اون شامبر دورا، بغيت اون شامبر هيلو كيتي، دونك ايل فول بيرسوناليزي لا شامبر ديالهم. ميمكنلكش من الطفوله ديالو تخلي ليه لا ميم شامبر، دونك كاينين دي زوبجي اللي تنبدلوهم و تنزيدوهم تنضيفو عليهم لمسة، تنضيفو عليهم تجديد، تنضيفو عليهم ألوان. أن بيبي ماشي هو الطفل اللي تيكون عنده 5 عام، ماشي هو الطفل اللي تيولي في لاج دو لادوليسونس، دونك بلوس لادوليسونس اي دوفيان دو بلوس اون بلوس اكزيجون. ياك هذا هو المرحلة الصعيبة اللي كاين. حنا بطبيعة الحال هذه الغرفة هذه غادي تكون كتوالم جميع الأذواق وكذلك كل الأعمار، وهذا هو اللي غادي تعطينا اليوم دنيا، غتعطينا هذه النصائح لكل هذه الأمهات اللي ربما رافضين الهم ما عارفين شيء شنو يديروا، شو اختيارات الألوان، واش نشاركوا الطفل ولا ما نشاركوه شيء. هذو كلهم أسئلة غادي نجاوبوا عليها بعد فصل إشاري قصير. حضروا أسئلتكم أنتم كذلك مستمعاتي أمهاتي أيضا على أرقامنا 05 22 30 30 00 أو حتى الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. راجعين بعد الفاصل. صباحكم بروك، ودائما تحيتي من القلب كنهديها لكل مستمعينا اللي كيتابعوا معنا برامج وحلقات لالة فاطمة، البرنامج موجه لكل افراد الاسر. انتم دائما كتحبونا من القلب وهذا الشيء اكيد ما فيه شك. انا كنشكركم على كل مساج، على كل كلمه كتبعتوها لي على صفحه الفيسبوك اللي ختكم عليا، كلام رائع وكلام زوين، والله يزيدكم انتم كذلك نور على نور، اللي يفرقنا على بعضياتنا يا رب. غادي نمشيو عند دنيا تازي. دنيا اليوم كيف ما كنا غادي نتكلموا على غرف النوم عند وليداتنا بمناسبه الدخول المدرسي، ياك
اهم شيء خصو يكون في الغرفه بحال دابا باش نعطيو فكره لكل امهات شنو الضروريات؟ الضروريات والاساسيات هما الي ضروري فين الناس وليد البنيته وليد البنيته الا كان دابا دخل المدرسه وداك الشيء دونك خصو ان بيرو يكون عملي ما يكونش اون كومبر باسكو دابا اللي ولينا كنوبتيو عليه لو بلوس هو داك لي بلانش اون بلانش كيكونوا معاها دي رانجمون من الفوق وهاد لا بلانش يمكن لها تبقى تبقى باينه ولا كنديروا لها دي سوبور اللي ولينا كنديرهم تتحنا هذاك لا بلانش كاريمون دونك تجمع ما تبقاش تشبع هكداك هذه عمليه بزاف لي شومبر اللي كيكونوا صغار لي شومبر اللي تيكونوا ما كاينش لاسباس بزاف يعني داك البيرو القديم التقليدي ما بقاش ما بقاش داك لو بيرو اون كومبران اللي تياخذ لنا لاسباس بزاف دونك دابا تنوبتيو على شي حاجه كيف ما قلت لك عمليه تيكونوا فيهم عاوتاني دي زيتاجير كيما قلت لك بور الكتوبه الكتوبه ديالو داكشي اللي غيستعملوا في الحصه اللي غادي يستعملوا بوندون في القرايه ديالو عاوتاني كاين لو بلاكار خص يكون موزع على حسب شنو اللي غادي نحطو اللي غادي نعلقوه كاين عاوتاني لي داسه اللي غتكون الفضاء اللي غيكون مخصص للعب دونك خصو يكون اسي يكون بيان اميناجي كنديروا فيه ان بيتي تابي كنديروا بحال دابا يا الا كانت بنيته كنديروا لها ان بيتي بحال اون سورت دو ميزون بوغ لي بوبي شحال زوينه هادي كاين عاوتاني لي جوي الا كان وليد دي بيتيت فاتور على حسب العمر كيف ما قلت لك بوغ لي زادوليسون و كيبغيو بلاصة فين يستقبلو صحابهم دونك كاينين لي كانابي دونك هادو كليك لاك اكزاكتومون ولا عاوتاني كيكونوا تما كيقدروا يتجمعوا كيقدروا يوليو كيقدروا يوليو اسباس ديال لاغونجمون ممكن ان اسباس دو رانجمون تيكون بلوس فلولي كيف ما قلنا داك الحلقه اللي فاتت دابا ولاو داك لي لي اللي كيكون فيهم لاسباس دو رانجمون تحت من لولي ولا عاوتاني ان لي اللي تيكون فيه دي بيتي تيغوار من تحت اسباس دو رانجمون يقدر يكون تحت لولي تحت من لولي كذا ولا بحال دابا عاوتاني هاد الفكره هادي باش كنربحوا حتى داك اللولي كان تيكون غير ضايع ما كنستافدوش ما كنستافدوش منه دونك تنديروا لهم دي تيغوار وكاين عاوتاني الا كانوا عندنا دو زونفون كنديروا داك لي سوبربوزي دونك لي فوق من لو لي وكاين عاوتاني دابا عاوتاني لي دارج دابا كانوا جوج خوت تيتقسموا نفس لا شامبر تيتقسموا نفس لا شامبر كاين كيف كاين عاوتاني يمكننا نديروا ان ثوازيم لي دونك هاد لو ثوازيم لي فين تيكون ان لي سور ان لي اي ان لي لي تيتخشى في قلب من التحت ديال الناموسيه دونك ممكن لك تجرو ممكن لك تعاود تردو دونك تيوليو عندك ثوالي واكيد ما فيهاش صعوبه مثلا ما فيها لا صعوبه الخوت بعضياتهم يطلع شي واحد ولا يطيح الى 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 كانوا صغار ما بقيناش كنديروا كاع لي زيشيل ولا كنديروا ان توبوغون كاريمون شحال زوينه هادي دونك بو ادمي كنت ما كنقول لك بوغ انسيتي لو لونفون باش يحب لا شامبر ديالو دونك حنا تنمشيو بزاف على هاد لا تيماتيك هادي خاص الطفل يبغي ينعس في لا شامبر ديالو دابا شحال من طفل تصيبي ليه لا شامبر وكلشي ولكن تيقول ما تيبغيش ينعس فيها دونك حنايا خصنا نحبوه في هذيك لا شومبر ديالو هذه قضيه باش نحبوه في لا شومبر ديالو على مين خصنا نتكلو واش مثلا على الرغبه ديال الطفل حد ذاته نسولو نشاورو نسولو ولا حنا لي مامون تنكونو ديما شويه في هذه القضيه خصنا هذا هو الغلط الكبير لي براتيك اللي غادي تناسبو هو ما يكونش كيعرف مصلحته اكثر هو ما غاديش يعرف مصلحته كيف ما قلتي ولكن حنا خصنا نشاورو نشوفو الرغبه ديالو شنو بغا هو يكون في داك لا شومبر ديالو انتو كتخدمو مع لي زونفون هكذا تنخدمو معاهم تنجلسو معاهم تنشوفوهم شنو بغاو هذاك الاسباس ديالو دونك هو اللي غادي يعيش فيه ما يمكنش حنايا نحتمو عليه شي الوان ولا شي اشكال ولا شي حاجه اللي هو ما غاديش يحس بها في الراحه فهمتي دونك كيف ما قلت لك خصو يكون ليسباس اغريابل واخا حنا غادي نمشيو نعرفوا اراء المستمعين نعرفوا كذلك الامهات نعرفوا كيفاش كيوجدوا ويختاروا الغرف ديال وليداتهم على ارقامنا دائما 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33 الى عندكم اي سؤال محتارين شي حاجه مهمه دائما نستشروا مع اهل الاختصاص حاضره معنا اليوم دنيا التزيل هي ما شاء الله اخصائيه في مجال الديكور ومصممه الديكور ناخذ اتصال الو السلام عليكم الو السلام عليكم اختي سميه اهلا وسهلا مرحبا لاباس عليك مبروك اول مكالمه معنا هذا الصباح تشرفوا باسم كريم
جميله من جديده. لا لا جميله من جديده، مرحبا بك. كديرين اختي لاباس؟ كديره جديده. زوينه جديده. ايوا الحمد لله. هي تخفات، كانت عامره شويه الصيف. صافي اخوات. وي حنا شويه كنعانيو صحاب جديده في الصيف. ايوا الحمد لله ماشي مشكل. مرحبا بهم اللي كيجيو عندك اللي يبغيك. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. تفضل حبيبه ديالي، شنو بغيتي تسول اليوم دنيا؟ لا لا انا ما نكذبش عليك، بلي هذا البرنامج ماشي ديالنا حنا الناس متوسطين. علاش؟ وكنسمع اسباس بوغ لي جوي، اسباس بوغ سا، اسباس بوغ سا. حنا عندنا دو شومبر، واحد ديالي واحد ديال ولادي. كندير عندك غرفه وحده؟ عندي دو زونفون. لا عندي دو شومبر. ما من غير الصالون وهذا. عندي دو شومبر ديالي وشومبر فيها وليداتي، فيهم لاغموغ ديالهم مسائل. بلاتي دابا وليداتك، دابا وليداتك تنعسوا في غرفه وحده ياك؟ عندي وليد وبنيه. وليد وبنيه. وانا حيرانيت، البنيه تقول لي بغيت بيتي، الولد كيقول لك بغيت بيتي. انا خليتهم حاطه لي ماطلا غير في الارض وخليتهم في. وراه هادشي علاش حنا برنامجنا كاين كيتناس مع كل طبقات لاله جميله، يعني المتوسطين واللي عندهم واللي فما نحرموش وليداتنا، فباش يكون عندهم استقلاليه. ما نحرموهم حنا. دابا عندك انت الحمد لله غرفه، انا اخترت ما تقولش شيء. ايوا الحمد لله. اذا كاين الحمد لله الخير. فهاد الغرفه هادي غتعطيك الدنيا بعض الافكار اللي تقدر انت بنيته وليد يتجمعوا ويحس بكل واحد راه عنده فضاء ديالو الخاص به. الله يجازيها بخير. خليك معنا وسمعي ربما بزاف ديال النصائح غتعطيها لك دنيا وتستافدي ان شاء الله. مرحبا بك. مرحبا بك. لا يعطيك وشكرا لك وتبارك الله أنا عليك. انا تعجبيني، انا من غير المشاركه تعجبيني، تبارك الله عليك. الله يبارك لك لاله جميله. مقبوله بزاف. الله يسلمك. الله يكبر بك وشكرا لك. وحنا ديما راه الاشاره وكنرحبوا بكل الاراء ديالكم واقتراحاتكم. وملاله فاطمه راه فعلا المراه المغربيه موجوده في كل بيت مغربي، كل المواضيع اللي كنناقشوها راه كتمس كل واحد فينا على حسب احتياجات ديالو وميوله واختياراته، سواء كان جانب صحي ولا في الديكور ولا في الجمال ولا في دارنا في تاويلنا في حدكتنا. هذه امور كنتقاسمها مع بعضياتنا. الديكور ولا بد منه، حتى المراه من القليل كدير الكثير ياك دنيا. واخا تبدل غير الميط، واخا تبدل غير ناب، واخا اي حاجه بدلاتها راه داخل في الديكور، كتدخل في الديكور، كتدخل في الديكور. بالنسبه لجميله قالت لك راه عندها غرفه لوليداتها. عندها غرفه. بغيت نعرف انايا السؤال اللي غادي نطرح لها هو شحال العمر ديال هاد الاطفال اللي عندك، البنيته والوليد؟ اسف تقطع التليفون. حنا غادي نقدروا مثلا انا داخل المدرسه في عمر ديال المدرسه. هلا في الليله كانوا في العمر ديال المدرسه، دونك كيف ما قالت هي عندها ولد وبنيته. الوليد خصها دير، ما خصهاش بعدا تخلي، قالت لك لي لولي محطوط الارض، دونك خصها تصيب لهم ديدي ديالها يكونوا اون بوا ملائمين للنعاس الاطفال، مريحين اون ميم طون. البنيته في لا شومب هذا اولا خصها دير دي كولور نوتر باسكو عندها دو زونفون، فهمتيني؟ ما تمشيش يعني لون محايد اللي لون محايد اللي غادي يمشي مع الوليدات بجوج، ماشي غادي نلعبوا على ان بلو ولا ان غوز، غادي نديروا لون محايد جونغ ان غري ولا اون فا مارشي على لا تيماتيك ديال لو بلون. يمكننا نبقاو في البيض مثلا، نبقاو بحال دابا في البيض، يمكننا نضيفوا دي ستيكرز، يمكننا نديروا دي بوستر. دونك دابا ما بقاش رسوم ولا ملصقات اللي تعلق في الحيط، اللي غادي تلصق في الحيط اللي غادي تبيرسوناليزي شويه ذاك البيت. عاوتاني غادي نديرو دي كيف ما قلت لك دي زيتاجير دو رانجمون بوغ شاك انفون. غادي نديرو الا كانت بنيته وليد كبيبرين، دونك خصنا نديرو ان بتي بيرو بوغ شاكا، واخا تكون الغرفه صغيره. أيه. فهمتي كيف ما خدعت لك ليدي ديال لي بلونش هادوك راه غير خشبه تتحط، يمكن لك من بعد تجمعها يمكن لك تصبغها في اللون اللي بغيتي. دونك ما تبقاش مثلا بنيته نديرو لها في لون والوليد نديرو ليه في لون، هكذا كنفرقو بيناتهم، ما تبقايش محكمه بان بيغو اللي نبقاو مضاربين بهم بجوج. اكزاكتومون. دونك تدير لهم هاد الخدمه وهكذا تيكونوا متولين حتى في الغرفه ديالهم، عارفين هاد البلاصه ديال اختي هالبلاصه ديالي. خصهم خص تكون بعدا هادي كل واحد يحترم ليسباس ديال لوطخ، سورتو كو كنتقاسمو غرفه وحده، فهمتيني؟ يدير واحد البلاصه فين غادي يلعبوا. دونك واخا كنقولوا الاطفال اوتوماتيكمون سي دي جوي، دونك ما خصهاش تحرمهم من هذا. حنا ما تنقولوش سباس كبير باش الناس ما تخلاش. بيان سور ماشي سباس كبير. قولوا لي قلت لها سباس راه ما عنديش انا الامكانيات ديالي، واخا ماشي تكون ما تكونش، فممكن غير سباس صغير. سباس صغير خصنا نعرفوا كيفاش ناميناجيو ذاك سباس، نوبتيميزيو لو بلوس بوسيبل، فهمتي؟ دونك خصها وكاع الا قدات دير، الا كان عندها يمكنها تاميناجي كاع دي ان بتي كلوازون، لي كلوازون ولا دي مشاغبي. دونك هادوك تيحافظوا على لانتيميتي بوغ شاكان، فهمتيني؟ وتيفرقوا و اون ميم طون يمكن لك
الا بغيتي توصل فضا تجمعيهم انت كاريمون دونك وهكذا نكونوا خدمنا الغرفه ديال وليداتنا ردينا كل واحد ما يبقاش مضاربين اكزاكتومون ونكونوا حتى متولين لان النوم مهم بزاف لراحه وليداتنا النوم ولا لوميير ولا اوبسكوريتي باش نوفروا لهم الراحه في الغرفه ديالهم نوفروا لهم الراحه طيب لاله جميله نتمنى تكوني استفدتي وخديتي الفكره من عند دنيا حنا معكم ديما على ارقامنا 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. ناخذ اتصال ثاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا سيدي مرحبا بك. بكل الوان الزهور واصوات الطيور وحيك لاله سميه. وعليك نحييك ربي يخليك ويطول في عمرك مرحبا بك. لاباس عليك؟ شكرا لك لاله التازيح حتى هي. شكرا خليك مرحبا بك. الله يعطيك الخير. انا لاله سميه حسن انس قال لي معك. اهلا 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 بك يا حسن شخبارك؟ الوقت العمل اللي شفنا عليك توحشناك حسن شخبارك والناس ديال انسكال كلشي على خير؟ الله يطول عمرك لا سيزون دابا راه يلاه صح شويه لقيت الوقت قلت نتصل بكم كنت في الخدمه طيله فصل الصيف الحمد لله انا في مرة ديما في الاجتماع الحمد لله ربي يخليك حسن هذا ما فيش الحمد لله غير تنكون اوريزو بارفوا تنكون في لي مونتان داكشي علاش دابا لقيت الفرصه قلت نتصل بكم ونسول بكم اي والله كبر بك حسن شكرا لك وبغيت نبارطاجي ان بيتي تافي انا جو سوي افيك لا فين تاع السيده الاولى اللي هضرات غون سالي بعدا لاله التازي غير فوسي بلا لاله انتم دابا فوسي بلا لا جينيراسيون اللي غيش حبه ذا لو نسمعوا لي اراء اللي الناس اللي شويه في المستوى مساكن ما عندهمش حنا كنسيبو لي كلشي بغلي موش غابي بو باغلي دو سبيديرمان الله يا ودي ما كرهنا حتى ولا انما راه كاين انسختن جينيراسيون لا لا راه ما بحالهمش كاين بوستير مع المرفع ومع الادوات ومع هادي ومع يا يا سيدي ما نزلعو الجميع ولكن حنا كنسيب لي كلشي حنايا عاوتاني كنشوفو الطفل غير بوغ فو دير لا لا افيك مي ريسبي انا جو دي با الحمد لله حنا كنتمناو الخير الحمد لله حنا في الخير غير بوغ باغلي ان بو على الناس اللي شويه مساكن داك عرفتي اللي ما قدوش يوفروا هذا الشيء كامل كومو انا لا لا عندي دابا دريت تبارك الله عنده 20 عام هو غيسكن معايا عندي دو بتيت شومبر هو كاع كاين عند جده ولكن بعيده ما بغاش كيفاش غادي ندير نوفر لي انا هذا الشيء مثلا فهمتي كيفاش حنا راه مع لا في ديالكم وبغينا نحطوا ولادنا في الباراديز غير اوكا أيه. ودابا الواحد اللي ما عندوش بحال هاد الامكانيات هادو هي ما بقاتش في امكانيات ما بقاتش في امكانيات حنا كنعطيو لي زاستوس عمليه فهمتيني بحال دابا قلتي انت الطفل ديالك عنده ما بقاش طفل هذا راه تبارك الله راه الى ادوليسون انا فوالا فوالا دونك بيان سور لادوليسونس دونك الطفل تيكون بلوز اكزيجون تيبغي واحد الفضاء انتيم ديالو تيبغي فين يستقبل صحابو دابا انت يا هاد الشامبر اللي بغيتي تاميناجي لي واش فضاء خاص به ولا غادي يكون انا بوغ فو دي غير قلت لك باغ اكزومبل دابا بغا يسكن معايا اما انا هو ساكن مع جدا الحمد لله ما خصوش حتى شي حاجه يسكن دابا زعما غير انت باش يجي عندك ويحس بالراحه يجي عندي ما نقدرش ما نقدرش تبارك الله مع الله فيه انا وماما وكل شيء وبعدا مع الوليد فيها الطابري تاع عندنا ان بتي بروبليم دو ديفورسون بارونتيز هو كاين بوحدو زعما يلي تخي بيان الحمد لله ولكن بوغ لي pour lui offrir tout ça là zama c'est hors ma possibilité c'est comme abdala نسمع aussi ara يكون شويه الحمد لله انا je suis avec votre avis الحمد لله الله يعمر هذا كل شيء اللي قلتي غير حبدالا وشي الناس كاينه استاذ دابا اللي ما عرفوا حتى استخدام موفوديت الله يحسن الاحوال ما عارفينهمش لا حبدالا وتكون شويه ديال الناس اللي شويه ما في ديهمش هذا الشيء كامل الله يجازيك بخير ولكم فائق التقدير والاحترام حسن شكرا لك على التسلسل تحياتي وتحياتي ان شاء الله بحول الله الى الله شكرا لله تحياتي لك حسن وشكرا لك وهذا رايي يحترم احنا دائما كما تنقولوا كالناس بجميع الاذواق وكل الفئات الحمد لله احنا مغرب واحد وهاتي ما بقاش حاجه من الخيال يعني لما كنتكلموا على غرفه ديال الوليدات ولات اجباري وضروري الوليدات ولات عندهم متطلبات كيف ما تنحتموا عليهم انهم يمشيو مدرسه زوينه يقراو كنلبسوهم لبسات زوينين كنخرجوهم في ايام العطله ولا اللي عنده اللي ما عندوش شيء ضروري الوليدات خصنا نعطيهم استمتاع هذا حقهم وواجب لنا كاولياء امور نوفروا لهم هذه الامور فالغرفه ماشي شي حاجه اللي هي كنهضروا عليها من الخيال ولا شي حاجه زايده
ماشي غير ماشي حاجه نتكلموا من الضروريات. النوم مساله ضروريه ومؤكده اللي كتعطيه واحد استمراريه في النمو، كتعطيه عطاء، كتعطي تركيز كذلك. راه كيف ما كنحرصوا انه يتغدى مزيان وياكل مزيان ويقرا مزيان، النوم كذلك هو خصو يكون. هادو من الضروريات والاولويات سيدي حسن. وتبقى كذلك كيف ما قلنا تنراعيو مشاعر كاع الناس، راه تكون غير غرفه صغيره غرفه كبيره، عندهم امكانيات ما عندهمش امكانيات، حنا كاملين مغاربه تنتقاتلوا من اجل سلامه وليداتنا ونلقاهم داك اللي كنتمناو فيه، لان الانسان شنو تيتمنى في الدنيا؟ وليداتو يكونوا احسن منه. حنا الا ما كانش موفر لينا غرفه فوليداتنا كيفرضوا لينا تكون عندهم غرفه. دابا كيشوفوا تبارك الله التلفازه، تيشوفوا لروسهم، تيشوفوا الوليدات، اصدقاء، اصحاب، تيهضروا بعضياتهم، فما تبقاش كنتكلموا على شي حاجه في الطبقات ولا في الفئات ولا المغرب ولا واحد. الحمد لله خير في بلادنا، كل فئه اجتماعيه تتوفر لهم هادشي الحمد لله. ودابا حتى في السوق ديالنا راه كاين كل شيء متوفر، من بيتشا صغير حتى بيتشا كبير. ممكن خاص الواحد يعرف كيفاش يقول على البيتشا ديالو. الصالون ديالنا ما غاديش نفرشوه، ما غنديروش الصالون، حنا ما عندناش امكانيات ما غنفرشوش. فين دخلتي شي دار مغربيه تتلقى صالون على قد الحال، كان بطلمط صغار، كان بطلمط غاليين، كان تاويل كبير، كان بالخشب غالي. ما قلتي التاوي سي الواحد يعرف، يعرف. والام كتبقى يعرف. عندها هاد الذوق ديال الدار ديالها وبيتها. راه كان زمان شحال هذه كان غرفه ديال البنيتات وغرفه ديال الوليدات بامكانيات بسيطه. كنا كنديروا بسيطه يعني انا نعقل بامكانيات بسيطه كانوا كيديروا غرف ديال النوم ديال البنيتات، كنقول هذا بيت ديال البنات وهذا بيت ديال الاولاد، وبحاجه بسيطه نفس ديدرات اي وكيقضي الغرض. الانسان المهم في الالوان فوالا كيف ما قلتي كيكون التنسيق في الالوان، تكون انا اللي كنعطي زعما دي زيد عمليين براتيك كيف ما قلنا نعطي لي دي ديال لو بيرو. هذا ما سان كوت با ما تيكلفش شي ثمن غالي ويمكن له يخدم فيه. فهمتيني انا موسيه يمكن لك ديري ليه انا موسيقى عجبتني الفكره ديال بنتي اللي دير مجوره لتحت منها نستافد من داك الاسفاس اللي تيكون خاوي نستافدوا اللي ما كانش عندنا البلاصه ونخبوا فيها مثلا حوايج ديال البرد حوايج ديال الصيف ولا هادشي ديما كتخلق لنا مشكل كنخبيو فوالا. دونك هاد الفكره هادي حتى هي كنا نتبازاو عليها. طيب نمشيو دنيا ناخذوا مكالمه. قولوا الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. لاله صباحك مبروك. صباحك مبروك اختي سمية. لاباس عليك؟ كلشي على خير؟ لاباس الحمد لله اختي سمية. انا بغيت نشارك معاكم في هذا الموضوع. مرحبا والف مرحبا. الاخت اللي قالت لك عندها شومبر واحد للدراري، الدراريه انا راه ما عندي لا شومبر لا والو. ايه بغيت نشوف دابا الدكتوره كغات راك عرفتي عندي بيت واحد في الكفازه في سبادر في كنعتو فيه كنفيقو فيه كنديرو فيه كلشي، يعني ما يمكنليش انا غندير الشومبر للدريه ديالي. دابا عندها اسباس ضيق ضيق في الهوان، عندها بيت واحد. هاد البيت بيت واحد شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي وليد واحد هاد الوليد واحد كيفاش نخلقوا له مثلا اسباس ديالو خاص به؟ اسباس باش غيعبيه باش غي الوليد ديالك لاله شحال عنده بنعم؟ عنده عام ونص. عنده عام ونص دونك عام ونص دونك غادي دابا ولا كينعس يمكن له ينعس بوحديته في ان لي، دونك ديري لي ان لي ديالو فهمتيني. يكون عملي وتقدر تفرق مثلا غير بريدو ولا بشي حاجه، لان هذا الفرق غير بريدو ويكون ليسباس على قد الحال. المهم راه هذيك البلاصه راه ديالو، فوالا داك البلاصه راه ديالو، داك البلاصه راه غادي يقدر يمكن لك ديري ليه زريبيه صغيوره يجلس يلعب فيها باش تفادى لو فات بانه يطيح بانه هذا، يكونوا اللعاب ديالو قرابين ليه باش يلعب بهم فوالا. دونك هادو هما لي بتيت شوز اللي يمكن لك تمشي عليهم. غادي نمشيو ناخذ اتصال جديد. الو السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب دائما على رقمنا 0522 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. اليوم كنتحدثوا على غرف النوم عند وليداتنا بمناسبه الدخول المدرسي، مفاجاه كل اولياء الامور كيفاش يجدوا يعطوا افكار بسيطه وعمليه لغرف ديال النوم ديال وليداتهم. لاله دنيا تازي، بالنسبه لموضوعنا الالوان وقلنا ان مثلا الغرفه اللي كتكون مشروكه بيناتهم بجوج، مثلا عندنا جوج وليدات عندنا بنيته وليد، شنو هي الالوان اللي مثلا تقدر تعطينا باش كنفرقوا بين هذا بلاصه ديال البنيته وهذه بلاصه ديال الوليد؟ الا كانت كيف ما نقولوا في الالوان محايده، يلقاو في الالوان محايده. دونك فيفو كاين ولد وبنت ما يمكنلكش ديري جوج ديال الالوان في اون شامبر. بلوس تو فوا غادي تبيرسوناليزي داك ليسباس اللي ديال البنيته بوحديتو وديال الوليد بوحديتو كيف ما عطيت الفكره ديال داك
المشاغبة ممكن بحال دابا يا البنيته ممكن نرسمو كاع في الجدران نرسمو جونغ سميتها شجره فيها عصافير كاين رطوبات على حسب الدوخ ديال المدد او حتى مثلا هما اللي ترسموا الاطفال مثلا الا كانوا هما يمكن لك كاع هما تخليهم يرسموا في ذاك الحيط هما بيرسون اي بيرسوناليز داك ليسباس ديالهم. كاين عاوتاني كما قلنا يمكن لك عاوتاني لو توا كاين دابا اشياء بسيطه السقف حتى هي تدخل في توا تدخل في مثلا شو كافكار كاقتراحات اقتراحات كاينين بحال دابا اللي دارجين دابا هما داك لي بتيت زيتوال لومي فيهم لو ستيل ليد مع ما كيكون ما كيكونش الضو ما تيبقاو يعطيو ليك لا هما بثمنهم بسيط جدا في المحلات راه تيتباعوا اقتصادي تفضل اقتصادي اقتصاديين كاينين هذاك لي بتيت لومبادير حتى هما هي اللي تيخليو لا لومينوزيتي واخا ما تنطفيو الضو والاطفال اللي تيخافوا يمكن مثل المغزى ولا ما تقدروش ينعسوا في غرفه مظلمه هذا كيبقى عملي ليهم بزاف وحتى حنا كنكونوا مرتاحين ليهم اكثر مره تنراقبهم وتيبقى داك لا بتيت لوميير كاينه عاوتاني ممكن نديرو عاوتاني كنمشيو في لي فونيتر كنديرو دي بيتي ريدو لي كونو فيهم دي موتيف ديال لي زانفون دابا تبارك الله ثمن اقتصادي ممكن غير ب 15 درهم ولا ب 20 درهم فوالا المتر ممكن لك تصيبي به هادشي اللي كاين دونك خص الواحد يعرف ينسق في البودجي ديالو واخا كيكون بودجي صغير يمكن لك الا كنتي كتعرفي كيفاش تخدمي به راه تخرجي منه اشياء زوينه غير داك الثوب قلتي لي تقدر تغلف به بزاف ديال الامور يمكن لك تغلف به بزاف ديال الامور يمكن لك تدير به اي لو ريدو يمكن لك دير به داك دي بيتي كوسان فيهم الغابيل ديال الريدو اما جوغ اللي كتكون مثلا حداك كدوي عليه حتى هي نقدروا نغلفوها حتى هي يمكن لك تغلف فيها الفوق ديالها دي كوسان حتى هما يترموا دي كوسان صغيورين حوايج عمليه وبسيطه بحال بلاكار ملي كيكون عندنا خاص بجوج ديال الوليدات باش نفرقوا هادو حوايج خوك وهادو حوايج اختك شنو خصنا نديروا كاين شي فكره مثلا كاين الفكره هو بحال دابا يا الا كان ان بيتي بلاكار دونك غادي تخصي تكتبي بحال دابا كاينين دابا يخرجوا داك لي زيتيكات تكتبي هذا سي ليسباس ديال سميت تكتبي سميتو هذا ديالك هذا ديالي هاتي عاوتاني داخل عاوتاني حتى في نطاق ديال التربيه دونك خص كيف ما قلت لك كل واحد يحترم الاخر سورتو كي كنتقاسموا نفس الغرفه باش ما ينوضش جارات من كيكونوا جوج اطفال في نفس الغرفه دونك خصنا نحدوا من الشجارات ونخدموا على لو كوتي براتيك حنا بطبيعه الحال مع الاولويات قلنا ياك والضروريات اللي خاصها تكون في كل غرفه قلنا اكيد السرير فين غادي ينعس الوليد السرير فين غادي ينعس الوليد فين غادي يقدر يحفظ ويراجع مزيان وقلنا البلاكار فين غادي نقدر نخبيو له حويجاتو هادو هما الاساسيات وكيبقى واحد الاسباس صغير فين يقدروا مثلا يجلسوا او يلعبوا او مثلا يلعبوا ولا يستقبلوا ولا يخدموا فيه كيفما قلنا ليسباس بيرو دونك حوايج بسيط كنعرف ان الوليدات والطبايع مثلا شي حاجه اللي كتكون عمليه اكثر ما كتقدرش مثلا تتوسخت ولا قاسوها ولا كانوا كيلعبوا ولا شنو مثلا الامور اللي تقدر تنصحنا نستخدموها مثلا في الصباغه ديال الحيوط في البلاكار استعملوا الخشب مثلا مزيان الخشب هو تيبقى مزيان يمكن لك تمسحيه ماشي هذا عاوتاني يمكن يكونوا ديلي اللي يمكن يكونوا تابيسي غير بان سيميلي بفلاكولور ديال اللي كيبغي الطفل هذاك يمكن لك تمسحيه فاسيلمون دونك ما تيابسوربيش لا طاش كاين عاوتاني دي تيسو انتي طاش اللي كيبغي شي حاجه عمليه حتى هما ما تيابسوربيوش لا طاش دونك تيبقاو مزيانين كاينين عاوتاني دابا يا دي في الارض ولينا كنستعملوا لو باركي كيكون امن عليهم كثر فوالا
دونك بحال هاد الحويجات ولكن ولا بد الطفل غادي يوسخ لا شومبر ديالو غادي يقدر بغي يكتب في حيط دونك غيفو اوبتي بوغ اون صباغه اللي غادي تقدري تمسحيها ما تكونش ما غاديش تبقى فيها باينه داك علاش انا سولتك لان كاين اختيارات مثلا بعض المسامات يسولوني يقدروا يستعملوا مثلا بابي بان بموتيف ديال الاطفال كاين بزاف الرسومات تيكون براتيك مثلا نقدروا نستعملوا في لا شومبر ديال الوليدات تما تنقدروا نستعملوه في لا شومبر ديال الوليدات كاينين بليزيور باقي موضه يعني طوندونس مزيان كاين بيان سور بازال طوندونس كيف ما قلت لك عاوتاني كاينين لي ستيكرز لي ستيكرز راه ثمنهم بسيط بزاف كاين 10 دراهم يمكن 10 دراهم لا لو ستيكرز باش كيتلصق بان هذاك اللي كيتلصق راه دابا راه كاين دارج في الاسواق دونك غير بثمن بسيط يمكن لك تشري ليها ستيكرز ديال دوغه ولا تشري ليها ستيكرز ديال على حسب الطفل السن ديال الطفل شنو تيبغي هو شنو كاين شنو تيبغي هو كيعني الرسوم راه كتباع في الاسواق ودارجه دونك فوالا دونك يفو بتي على دي كولور يكونوا نوتر على الوان يكونوا هادئين وكيعطيو راحه للطفل لما كنتكلموا على الغرفه لان دول الفضاء ديالهم باش نختموا الامان ضروري بزاف ياك باش يكون الامان في الغرفه شنو خص امور خصها ترد ليها البال للام ولا الاب يراعيوها في لا شومبر كيف ما قلنا عاوتاني الا كان خص لي بريز ديال الضو دونك ديما خصهم يكونوا كاش بريز مغطين باش ما يمشيش الطفل يقيس فيهم الا كان الطفل صغير دونك نديرو داك لي اللي كيكون طالع فيهم شويه يكونوا شويه طالعين من جنب باش ما نتفاداو بان الطفل ما يطيحش نديرو له يكونوا لي جوي ديالو قرابين ليه ما يكونوش بعاد عليه الرفوف اللي غادي نديرو فيهم الاشياء الكتب وداكشي يكونوا تكون حدا قريب حدا دونك حنا نعملو على لو فيت بان كلشي يكون قريب ليه ما يكونش بعيد باش ما يتسلقش هذا ويطيح الله يستر خلاص انا الا كان شرجم نرعيو ان نسدوه مثلا ولا نسدوه نديرو له ان سيستم باش يتسد فهمتيني كاين دابا لي سيستم دو بلوكاج كاينين دونك نخدموا نفكروا في هذه المساله هذه وكاع من الخارج ادو ليكستيريور ديال الشرجم كنا نديروا سميتو الحديد باش نتفاداو المساله ديال هذا الطفل كاع حاجه تقدر توقع لك تقدر توقع لك توقع اذا هذه هو الاولويات اللي خصها تراعيوها ياك دنيا ضروري يكون الذوق ديال الطفل ضروري لان شخصيته تما فين غادي يعيش ما فين غادي يقضي مغادم الوقت ديالو خصو يكون مرتاح خصو يكون مرتاح خصو يكون الفضاء ديالو كينتمي له فوالا ومخا بحكم الاسباس واخا هكاك راه خصنا نعملوا على لو فيت بان الطفل هذاك البلاصه راها ديالو دونك خصنا واخا الله يحسن العوان دابا راه ماشي كلشي متوفر عنده دار كبيره ولا اسباس كبير ولكن غير بليصه تكون انتيم بالنسبه ليه تكون عمليه بالنسبه ليه اللي يلقى فيها راحته اللي كيلقى فيها راحته وانا كنشكرك على كل هاد النصائح دنيا تازي شكرا على حضورك معنا في بلاتو لاله فاطمه شكرا لك كيف ما قلنا ختامو غادي نمشيو على حسب كل واحد والفئه ديالو الله يحسن العوان ممكن من القليل ديال الانسان الكثير طريب ديال التوب اسباس صغير ديال وليداتنا المهم نخلقوا لهم واحد الفضاء اللي يكون خاص يكون بيهم مريح هذوك راه ديالهم كيحسوا به كيف ما قلنا بالراحه وبالمتعه لان النوم شي حاجه مهمه وضروريه كتعطيه مردود ايجابي على صحه الطفل من بعد نحرصوا على تغذيته على التمدرس ديالو فنحرصوا كذلك على النوم لانه معظم الوقت ديالو كيقضي في النوم فخص ضروري يكون النوم الاولويات اولى الامور اولويه الله يوفقنا كاملين شكرا لكم مستمعات غادي